بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب البيع عند قول المصنف رحمه الله: باب الربا. باب الربا، الربا في لغة العرب هي الزيادة، فلذلك يقال ربا الشيء أي زاد. ولذلك نحن نقول نحن نربي أموالنا وزروعنا وأبناءنا إلى خني، ننميهم ونكثرهم، فالربا هي الزيادة في اللغة. وأما الربا في باب البيع عند الفقهاء في الاصطلاح عرفها البعض بأنه زيادة في شيء مخصوص، أي فيما ورد فيه أو فيما وردت فيه النصوص أنه من الربا. وعرفه البعض بأنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. وهذا التعريف زيادة أحد البدلين المتجانسين، مثل ماذا؟ مثل مال بمال، أي نقد بنقد، ذهب بذهب، من غير أن، طبعا لأن الذهب والذهب جنس واحد، متجانسين جنسهم واحد، من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. فلما مثلا اليوم العملات الموجودة الآن دينار كويتي مقابل دينار كويتي، لكن أعطيك دينار تردها لي دينار ومئتين، دينار وربع، دينار ونص، هذه زيادة ولا يقابلها شيء، فتكون من الربا. والربا محرم بإجماع العلماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه الأدلة مع ما جاء أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الكثيرة الدالة على تحريم الربا وعلى لعن فاعله، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. دل ذلك على أن الربا محرم، إلا أن العلماء اختلفوا في بعض الصور التي هل هي من جنس الربا أو ليست من جنس الربا. وإلا فأصل الربا إذا قال أحد العلماء هذه الربا فهي عنده محرمة، وأما الصور التي اختلف فيها العلماء فهذه موضع خلاف، لكن الصور التي اتفقوا عليها وهي ما جاء ذكرها في الحديث الذي سيذكره المؤلف الآن في قوله عن عبادة بن الصامت، يقول المصنف: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري، أيضا في رواية أخرى جاءت بمثل هذا الحديث، وفي لفظ عن أبي سعيد أنه قال عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع منها غائبا بناجز، والناجز الحال. وفي لفظ أيضا عنه قال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. هذا الحديث دل على أن هذه الأصناف الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، يجري فيها الربا، وهي محل اتفاق بين العلماء. لذلك قلنا أن الربا متفق على حرمته عند العلماء في هذه الأصناف الستة بلا خلاف. أما في غيرها فقد اختلف العلماء. من جمهور العلماء الذين يعملون القياس قاسوا بقية الأموال الأخرى التي تشابه هذه الأصناف الستة بها، لأن هذه الأصناف معلولة. كيف معلولة؟
أي تحريمها كان لعلة. الشريعة الإسلامية لما حرمت بعض الأشياء كما قلنا في باب البيع في الدرس الماضي أن القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، والأصل في العبادات الحظر والمنع. في باب المعاملات الأصل الإباحة، أي أصل أن كل شيء مباح إلا ما حرمه الشارع. ما حرمه الشارع على نوعين: ما حرمه تعبدا، وهذا غالبا يأتي في باب العبادات، والقسم الثاني ما حرمه معللا أي لسبب وعلة، مثل تحريم الخمر لأنه يذهب العقل، فكل ما يذهب العقل يعتبر محرم. نأتي الآن في باب المعاملات، في باب البيع أيضا حرم الشارع الربا لعلة وسبب، لوقوع ظلم. لوقوع ماذا؟ لوقوع الظلم وعدم التماثل. الشريعة الإسلامية جاءت بالتماثل بين الأطراف، أنا أبيع وأنت تشتري، أنا أشتري وأنت تبيع، فيصبح بيننا تبادل، فلا بد أن يكون هناك بيننا ماذا؟ تماثل، ويحصل عوض بيني وبينك، فأنا أعطيك وأنت تأخذ مني، لكن ينبغي أن يكون في ماذا؟ عدم ظلم، فلا نأخذ من هذا ولا دون أن نعطي هذا. فإذا أخذت منك أو أعطيتك بدون مقابل وقع ظلم على أحد الأطراف. فالربا فيه أنه كانوا ماذا؟ يزيدون على بعض دون مقابل للآخر، فيقع ظلم، فيصبح هنا في المجتمع إنسان يأخذ الزيادة من الناس فتكثر أمواله بدون أي عمل، والآخرين يعطونه بدون ماذا؟ بخسارة منهم، بدون أن يقابل عطائهم ذلك شيء، فيصبحون فقراء، فتصبح طبقة أغنياء وطبقة فقراء. جاءت الشريعة فحرمت الربا فجعلت هنا العدل. إذن العدل يقتضي تحريم الربا، والظلم هو وقوع الربا. لذا العلماء قالوا هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة، نجد أن بينها تشابه، يعني الأحكام التي جاءت في الشريعة المعللة دلت على أن الذهب والفضة تتشابه. فلماذا جعل الربا يجري في الذهب والفضة ثم ذكر البر والشعير والتمر والملح؟ نلاحظ أن البر والشعير والتمر والملح هذه كلها أطعمة، والذهب والفضة نقود. إذن أولا نقول أن الشريعة الإسلامية جاءت في تحريم الربا، وأن هذه الأصناف الربوية هي ترجع إلى أصلين: أصل ما كان ذهبا وفضة، وأصل ما كان ماذا من هذه الأطعمة الأربعة. نأتي أولا إلى النوع الأول، الذهب والفضة. الذهب والفضة نجد أنها كلها أثمان. ما معنى أثمان؟ أي تثمن بها الأشياء. مثل ماذا؟ مثل واحد يقول كم ثمن هذا اللي اشتريته الثوب، كم ثمن البيت، كم ثمن السيارة. نستعمل لغة ماذا؟ الثمن، نقصد فيها القيمة. إذن الذهب والفضة ثمن الأشياء أي قيم له. كيف تعرف قيمة الشيء؟ بمقدار قيمته في الذهب والفضة. فنقول كم سعر البيت؟ بيت والله 100,000. كم سعر الشاة؟ 100 دينار. كم سعر الثوب؟ 10 دنانير. فنلاحظ أن هذه الأشياء تثمن وتقيم بالذهب والفضة. إذن الذهب والفضة تشترك في كونها قيم الأشياء. لما؟ لأن الناس في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها ماذا؟ عبارة عن دينار ودرهم. الدينار يصنع من الذهب، والدرهم يصنع من الفضة. اليوم لا نستعمل الذهب والفضة في الدينار والدرهم، نستعمل دينار كويتي، ريال سعودي، درهم قطري إماراتي، ريال قطري، دينار أردني، دينار عراقي، ريال عماني، درهم إماراتي، دولار، جنيه، أو الليرة، ين. فهذه عملات حلت محل الذهب والفضة في تقييم الأشياء وتثمينها. ففي الكويت عندنا نثمن الأشياء ماذا؟ بالدينار الكويتي، في السعودية يثمنون بالريال السعودي، في أمريكا بالدولار الأمريكي، في اليابان في الين الياباني، وهكذا. إذن أصبحت العملات حلت محل الذهب والفضة. إذن ما هو الصورة المشتركة؟ ما هي الصفة المشتركة؟ ما هي الأمور والصفات المشتركة بين الذهب والفضة وهذه العملات؟ كونها كلها أثمان وقيم للأشياء. لذلك نقول الذهب والفضة يلحق به ماذا؟ العملات. الآن الأوراق النقدية يسمونها الأوراق النقدية. إذن الذهب والفضة لما كانت أثمان واشتركت في الثمنية ألحقنا ما كان أيضا فيه نفس العلة. إذن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كونها أثمان وقيم. إذن الأوراق النقدية لما كانت قيم
أثمان ألحقت بها، فيجري الربا في الذهب والفضة وأيضا في الأوراق. طيب الذهب والفضة الآن ما هي أثمان؟ نعم هي أثمان، لكن أيضا الذهب ممكن يستعمل حلي، الفضة ممكن يستعمل حلي، إذن يبقى الربا فيها حتى لو لم تكن أثمانا، لأن الشارع نص عليها، فهي ذهب والفضة يجري فيها الربا سواء كانت أثمانا أو غير أثمان. أما الأوراق النقدية فإنها لا تستعمل إلا ماذا؟ إلا أثمان. طيب انتهت الدولة هذه وصار فيها انقلاب وصار الدولة راحت وانهارت العملة، تصير العملة كأنها ورق، لها قيمة؟ ما لها أي قيمة ولا تستعمل بأي شيء آخر. إذن هذه العملات أو الأوراق النقدية تتصف مع الذهب والفضة بهذه الصفة، فيجري فيها الربا في هذا الجانب. إذا استعملت جلود، استعملت مناديل ورقية، خلاص انتهت ما فيها ربا. لما؟ لأنها لم تعد أثمانا. مثل واحد الحين يجيب لنا عملة قديمة، عملة ماذا؟ قديمة، كانت تستعمل في بعض البلدان، يقول يلا تعال نستعملها، يقول هذه العملة الحين صارت تحفة ما لها أي قيمة. يجيب لنا دينار كويتي قديم، يقول لها الحين هذه خلاص. لذلك مثلا البنوك المركزية تعلن أنه هو مثلا تبي تغير العملة وتعطي، يقول أيها الناس خلاص لازم تغيرون خلال سنة هذه العملات القديمة عندكم، إذا تنتهي السنة بعدين تراها ما لها أي قيمة. فيجينا واحد الحين يجيب دينار كويتي قديم، يقول له ها، يقول هذا الحين على قولتهم مغسل واشرب معي، ما له أي قيمة، ما يجري فيه الربا. لما؟ لأنه أصبح مثل المنديل، مثل الكينكس، ما له أي قيمة، امسح فيه وسوي فيه ما له أي قيمة، لكن الدينار الموجود حالي له قيمة. إذن كل ما كان يشترك مع الذهب والفضة في العلة فيلحق به، فلذلك نلحق فيه الأوراق النقدية. هل يوجد شيء آخر غير الأوراق النقدية يعتبر ثمن أشياء؟ لا. إذن لا تجري الربا إلا في الذهب والفضة وما يلحق بها، مثل اليوم الأوراق النقدية إذن يجري فيها الربا. طيب البر والشعير والتمر والملح، نلاحظ أن هذه كلها أطعمة، طعام؟ نعم طعام، خلاص إذن كل الأطعمة يجري فيها الربا. نقول لا، الأطعمة متنوعة، فيها بر، فيها شعير، فيها تمر، فيها ملح، فيها تفاح، في موز، في برتقال، في لحم، في سمك، في دجاج، هل هذه كلها الشيء؟ لا. طيب ما الذي ميز هذه البر والشعير والتمر والملح رغم أنه يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فواكه وخضروات أخرى؟ نقول هذه الأشياء تشترك في ماذا؟ في كونها أطعمة صحيح، وأيضا في كونها تدخر، وفي كونها تكال أو توزن. إذن فيها ثلاث مواصفات، الوصف الأول أنها أطعمة، الوصف الثاني أنها تدخر. شنو تدخر؟ تخزن ولا تتلف. هل البر حب، الشعير حب، التمر ثمر، الملح مثل الحبوب، ها إذا خزناها تخرب؟ ما تخرب، فلذلك التمر يقعد عندنا سنة ما يخرب، الشعير سنة ما يخرب، البر سنة ما يخرب، ما هو مقصود تخزين، مو تبريد، تخزين. الملح سنين ما يخرب. إذن هو يدخر، ماذا يدخر؟ لكن الفواكه نقدر ندخر فواكه؟ فواكه تقعد لها يومين ما تحطها بالثلاجة تتلف. اللحوم يوم تخليها ساعات تتلف. إذن الأطعمة، اللحوم، الخضروات إلى آخره، فواكه، خضروات، طماط وخيار تخرب، ما تدخر. إذن هذه كونها ما تدخر إذن ما يجري فيها الربا، فتخرج من كونها ما تدخر. طيب هناك في أشياء تدخر، إذن الشرط الثاني أن تكال وتوزن، أيضا ماذا؟ كونها تكال وتوزن. فنأتي إذن إذا كانت أطعمة وكانت مدخرة تكال وتوزن، فهي تجري فيها ماذا؟ تجري فيها الربا. فالملح نلحق فيه ماذا؟ السكر. إذن الملح يجري في الربا والسكر يجري في الربا. التمر نلحق ماذا فيه؟ التين. التمر نلحق فيه الزبيب، إذن الزبيب، العنب أصله الزبيب أصله عنب، التين أصله تين مجفف، أصله تين طري، هذه لما كانت تجفف وتدخر تلحق بها. إذن كل ما كان صالحا للادخار وأن يكال ويوزن، نعم، فإنه يجري فيه الربا. نأتي الآن إلى الشعير والبر، مثل ماذا؟ الأرز.
مثلها أيضا الذرة. إذن هذه الأشياء التي أيضا حبوب سمى ماذا؟ حبوب. إذن الحبوب مثلها البر والشعير، والثمار يمثلها التمر، والملح ويمثل ما يحسن فيه الطعام، المحسنات يسمى محسنات الأطعمة كالملح والسكر والبهارات كالفلفل وغيره، هذه تكال وتدخر، هذه يجري فيها ماذا؟ يجري فيها الربا. إذن يجب بيعها مثلا بمثل إذا كانت من جنس واحد، قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء. قال المؤلف بعد ذلك: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. المؤلف هنا ذكر النوع الأول من أنواع الأموال الربوية وهو ما كان مطعوما، طبعا سيذكر بعد ذلك الذهب والفضة، لكن قدم الطعام عليها. فنقول أولا تكلم المؤلف عن الطعام فقال ولا يجوز بيع مطعوم. إذا نأتي الآن نتكلم عن المطعوم، هل الحديد مطعوم؟ هل الطابوق مطعوم؟ هل الإسمنت مطعوم؟ إذا الحديد، الطابوق، السيارات، هذه الأمور ما يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها ليست مطعومة. إذا الآن لا يأتي إنسان يقول ها شيخ يصير ربا بالسيارة بسيارتين، بعير بعيرين، طابوق بعشرة، حديد، نقول هذه ما فيها ربا. لماذا؟ لأن هذه ليست طعام وليست أيضا أثمان، فهي لا تدخل في الربا. إذا لو نظرنا وجدنا أن مو كل شيء ربا، إذا الأموال مخصوصة هي الربا، الأطعمة. قال مطعوم ولا يجوز بيع مطعوم مكيل. طيب كما قلنا لكم مكيل أو موزون، فهناك أطعمة ما هي مكيلة ولا موزونة، مثل ماذا؟ مثل الفواكه والخضروات، ما تباع بالكيل والوزن. طبعا الآن يباع بالكيل والوزن، في السابق كان تباع بالعد، هذه تفاحة، هذه موزة، هذه برتقال، تباع بالعد، فما كانت تباع مكيلة أو موزونة في السابق. اليوم كل شيء يباع موزون، أصبح اليوم طبعا الكيل ما هو؟ الكيل الصاع، الكيل ما هو الصاع، والوزن، الوزن الذي يكون له كفتان، كفة نضع فيها ثقل وكفة ثانية نضع فيها الطعام، مثل يعني اللي كبري وأكبر مني يذكرون قبل في بقالاتنا، واللي أصغر مني بشوي يذكرون بقالاتنا قبل، عندنا البقالات طبعا كانوا أكثرهم فيها إيرانيين يبيعون وبعضها يمنية، يسوون يحط داخل بقالة ميزان، يجي يكون عنده ربع كيلو ونص كيلو كيلو، كنا ندخل نشتري طماط خاصة الخضروات، يحط لك طماط والوزن الثاني بالكفة الثانية، يحط لك الميزان، يحط لك خيار، يحط لك بطاط، يحط لك بصل، كانت هذه الخضروات يشتريها من البقالة، فكان يضع فيه كفة طعام يضع. الكويت ما يعرفون الصاع، أهل الكويت منذ مئات السنين ما يعرفون الصاع، أهل الكويت يتبايعون بالميزان. الكيل وهذه الأمور كانت في الحجاز وفي الشام وفي مصر، لكن سبحان الله الكويت ما كانوا يتعاملون فيها، وكانوا يتعاملون بالميزان. إذا هذا معنى مكيل أو موزون. المكيل الصاع، الصاع هو الإناء، مثل ما نقول حنا الحين سطل صغير أو سطل كبير، السطل يكون له الصاع يكون محدد، فلذلك الصاع هذا في السابق تأتي ويقول له أبي عيش، أبي ذرة، أبي شعير، أبي قمح، أبي صاع، يأخذ لك صاع هذا السطل الصغير، مثل السطل الصغير يحط له بالخيشة ويطلع، امتلأ هذا صاع، أبي صاع ثاني، حط لك صاعين ثلاثة اللي تبيه بعلك الصاع. إذن لا، إذا أردت أن تبيع صاع شعير مقابل شعير لا بد أن يكون صاع بصاع، مثلا بمثل، يدا بيد. وهنا يقول ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون، إذا ما كان يباع مكيل أو موزون في السابق، اليوم أصبح الناس تتعامل ماذا؟ بالميزان الحديث، بالكيل الآلي الآن، أو تشتري بالصندوق، فما أصبح عندنا ما فيه مكاييل. فنقول إذا يبقى شرط ماذا؟ أن يكون مدخرا، أن يكون ماذا؟ أن يكون مدخرا. فلا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إذا الأموال، إذا المال هذا إذا قلنا أنه من جنس الربويات، إما أن يكون ملحقا بالأطعمة أو ملحقا بالذهب والفضة، لا بد أن يكون مثلا بمثل. إذا كان طعام بطعام لا بد من واتفقت فيهما علة الربا، وهي أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا
وأن يكون مدخرا فهذا لابد أن يكون مثلا بمثل. طيب طعام عيش مثلا قبل في السابق مو كل الناس عندها فلوس تشتري بفلوس، لا أحيانا يكون أنا عندي عيش عندي بر عندي شيء أشتري لحم، فإذا كان عندي عيش أبي لحم فأعطيه عيش يعطيني لحم، هذا كما قلنا المقايضة. فإذا بعت صاع قمح أو شعير مقابل نصف صاع لحم أو صاع كامل لحم، صاعين لحم أو ثلاثة صاع واحد، هنا ما في تماثل. لكن هل هو ربا؟ لا ليس ربا. لما؟ لأن اللحم ليس من جنس الربوية. طيب فاكهة، إذن ما هو ربا، صاعين فاكهة وصاع شعير ما هو ربا. لما؟ لأن الفاكهة ليست من جنس. طيب خضروات، كوسة طماط خيار جرجير خس، عشرة صاع مقابل صاع شعير لا يعتبر ربا. لما؟ لأنه ليس من جنس الربويات. أنت أي اللحوم والخضروات والفواكه هذه كلها ليست ربويات، فلا يجري فيها الربا فلا يلزم. لكن شعير بشعير لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون أو تمر بتمر أو بر ببر لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون صاع بصاع. أما إذا كان فيه زيادة أحد الطرفين فهو الربا. ثم قال المصنف ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. هنا هذه المسألة صورة في ذاك الزمان كان ماذا؟ قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا. الأشياء التي تباع بالوزن، في أشياء تباع بالوزن، يعني مثل ما ذكرنا لكم الوزن ماذا؟ عبارة عن كفتان، هذا الميزان الذي فيه كفة نحط فيها الثقل اللي هو كيلو ربع كيلو نص كيلو إلى آخر، ونضع فيها الطعام بالجهة الأخرى. والصاع كما قلنا لكم الذي هو صاع اللي مثل السطر الصغير هذا. ما يباع بالكيل لو وضعناه بالوزن راح يختلف. فمثلا تأتي تقول أنا أبيع لك شعير بشعير، طيب نتفق أنا أعطيك شعير وتعطيني شعير، أنا أعطيك شعير مثلا من مزرعتنا التي مثلا نقول مزرعة في نجد والآخر مزرعة في الشمال ولا الآخر عنده مزرعة بالجنوب، هذا إنتاج شعير وهذا إنتاج شعير بس في فوارق، وأنا أرغب بالموجود في الحجاز أو في الشمال أو في الجنوب والأخ يرغب باللي عندي، نتبادل شعير بشعير، أعطيه صاع من شعير ويعطيني ثلاثة بالوزن، ثلاثة كيلو وزن مثلا من الميزان. نقول هنا لا يجوز. لما؟ كما ذكر المؤلف لما؟ قال لأن الصاع يختلف عن الميزان. لما نجي لما نأتي ونريد أن نماثل هذا بهذا ما يتحقق التماثل. لما؟ لأن الوزن يختلف عن الكيل، فالوزن عبارة عن ثقل ووزن بالكفة الأخرى أو العين المبيعة البضاعة التي تباع الطعام. وبالصاع لا، الصاع تملي الصاع وتعطي، تملى الصاع وتعطي. فهنا ما لا يتحقق فيه التماثل. هذا الكلام في السابق، لكن اليوم مثلا عندنا ما يوجد صاع ولا يوجد عندنا ميزان. اليوم من الله الحمد عندنا ماذا؟ عندنا الوزن. الوزن تحط ميزان الإنسان، تجي الكبرى تقدر تحطها تشوف كم وزنك، صح؟ أنت تقول لي وزنك هذا 80 وهذا 90 وهذا 100، شلون؟ توقف على الميزان. هالميزان توقف عليه الآن، يحطون عليه طعام، يحطون عليه كل شيء، أصبح هو المقياس الموحد بين العالم، إلا الذهب بالجرام. ميزان الذهب هذا ميزان دقيق جدا بالجرام، أما ميزان هذا الثاني لا. يضعون موازين حق الطعام شوي كبير، مثل اللي تشوفونها في التمويل. يلعب بالتموين، لما تروح تأخذ بالتموين بطاقة التموين تشتري طعامك العيش يحطون لك ماذا؟ السكر، يضعون لك بهذا تشوفه ميزان كبير. تروح الصيدلية يحطون لك ميزان للإنسان، ترى متقارب هذا. إذن هذا الوزن اليوم أصبح هو الوحدة القياس التي يتعامل بها الناس اليوم. في السابق لا، كانت متعددة وبتعددها تختلف الأثقال. فالصاع
يعتمد على الكثافة، والوزن يعتمد على الثقل، وفرق بين الكثافة وبين الثقل. إذن لما كان نجهل التساوي والتماثل بين ما يكال وبين ما يوزن حرمنا ذلك، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند الفقهاء، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن لابد أن يتحقق لنا العلم بالتساوي، فإن جهلنا بالتساوي يوقع ظلم لأحد الطرفين، فربما نزيد على هذا وننقص على هذا. إذن لابد أن نكون على علم بالتساوي. إذن لابد أن أعطيك صاع من شعير تعطيني صاع من شعير، لو أعطيك كيلو شعير تعطيني كيلو شعير، أما صاع بكيلو فلا. هذا المراد من قول المصنف هنا. ثم قال: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبر إلا الثمن بالمثمن. هذه العبارة وهي عبارة المؤلف: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. الآن نأتي هذه الأصناف التي ذكرناها لكم في الحديث وقصنا عليها ما اتفق معها في العلة، وهي الصنف الأول الذهب والفضة، وقلنا علتهما كونهما ثمن والحقنا بهم ثمن. هذا طبعا على القول الراجح من أقوال العلماء، وإلا المسألة الخلافية، منهم من يرى أن الذهب والفضة لأنها تكال وتوزن، لكن الحقيقة أنها ثمن، لأنها كي تكون تكال وتوزن الآن لا يعمل بها، إذن الصفة التي لا تنفك عنها هي الثمنية. إذن الربا في الذهب والفضة علته الثمنية، لذلك هذه العلة هي منضبطة إلى هذا الزمان، إلى هذا الزمان، فدل على اعتبار هذه العلة اعتبارا صحيحا. إذن الذهب والفضة يلحق فيه ماذا؟ قلنا الأوراق النقدية كونه ثمن. هذا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر جنس واحد، أنواع مختلفة. بعض العلماء يقول بدل أن يعبد جنس ونوع، بدل بعضهم يقول الذهب والفضة جنس والذهب نوع والفضة نوع والأوراق النقدية نوع، بعضهم يعبر بتعبير آخر. ماذا يقول؟ يقول الذهب جنس والفضة جنس، لا مشاحة في الاصطلاح. القصد ماذا؟ القصد أن هذه الأشياء علتها واحدة. الأطعمة كذلك، بعضهم يقول ماذا؟ صنف، بدل النوع يقول صنف، فيقول الطعام كله جنس واحد، البر، الشعير، الملح، التمر، كله جنس واحد، لكن التمر نوع، الفضة، الشعير نوع، الملح نوع، الشعير، البر، التمر، كلها أنواع، لكن هذه الأنواع يقول تحتها أصناف. كيف؟ التمر نوع، لكن التمر فيه ماذا؟ فيه برني، فيه برحي، فيه إخلاص، فيه سكري، هذه يسميها ماذا؟ يسميها أصناف، لا مشاحة في الاصطلاح. التمر كله يعتبر شيء واحد حتى لو اختلفت الأصناف. فإذا هل الوصف الآن الصنف، عفوا الصنف، هل الصنف مؤثر؟ إذا قلنا البرحي صنف وإخلاص صنف مؤثر في كونها تختلف في الأزان، نقول لا، غير مؤثر. إذا صفة أو وصف هذا بالصنف نبعده عن الأمور الربوية لأنه لا أثر له. نبقي ماذا؟ إذا الجنس والنوع حسب اصطلاحنا نحن، فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن لتعلم أن الشعير يختلف عن 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 البر، والتمر يختلف عن الملح. إذا إذا أردنا، العلماء هذا قالوا، إذا أردت أن تبيع ما اتفق فيه علة الربا مثل الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذه كلها قلنا أثمان علتها واحدة، فإذا كان ذهب بذهب يشترط فيه شرطان، الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض في محل العقد. الذهب بالذهب لابد من شرط التماثل والتقابض، الفضة بالفضة التماثل والتقابض، الأوراق النقدية دينار بدينار التماثل والتقابض. طيب نأتي إذا ذهب بفضة اختلفت ماذا؟ جنس واحد بس اختلفت الأنواع كما نقول على مصطلحنا. إذا ذهب بفضة نقول هنا لا يشترط التماثل، يعني ممكن أبيع لك 10 جرام فضة مقابل 100 جرام، 10 جرام ذهب مقابل 100 جرام من الفضة، ها
هذه 10 جرام هذه 100 جرام، بينهم تماثل ما بينهم تماثل في فارق، هذه 10 هذه 100. لكن لما كانت جنس واحد اشترطنا فيها ماذا؟ التقابض. إذن إذا كانت الأنواع مختلفة ولكنها من جنس واحد نشترط فيها ماذا؟ التقابض. لذلك جاء في الحديث فإذا كما عندنا قال مثل بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أصناف، احنا سميناها أنواع، ما في حق لا مشاحة في الاصطلاح. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا ذهب بفضة لابد أن يكون يدا بيد، لكن ما يشترط فيها التقابض إلا إذا كان ذهب بذهب، لابد من التقابض والتماثل. الشرط الأول تقابض، شرط الثامن التماثل، الشرط الثاني الفضة بالفضة كذلك. لكن ذهب بفضة، دينار بذهب، نقول يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل. نأتي الآن الأطعمة، شعير بشعير، شعير بشعير لابد من اجتماع ماذا؟ صنف واحد، جنس واحد، نوع واحد، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. إذن التقابض والتماثل، شعير بشعير لابد تقابض لابد تماثل، تماثل بالوزن بالكيل، لابد يكون متماثلين بالوزن أو الكيل، ولا بد يكون تقابض. أعطيك أخذ منك، إذا كان شعير بملح بر بتمر اختلفت، إذن لا يلزم منه التماثل الذي هو الشرط الأول، يلزم منه الشرط الثاني وهو ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. لما؟ لأنها كلها أطعمة من جنس واحد. إذن ما كان من جنس واحد واختلفت أنواعه وأصنافه فهذه يجوز فيها التماثل لكن لا يجوز فيها النسيئة التأخير، فلا بد أن يكون ناجزا، أي لا بد أن يكون فيه التقابض ولا بد أن يكون يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، وقال صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني لا بد من التقابض. فإذا كان يدا بيد فلا بأس به. إذن هذه قال وإن اختلف الجنسان جاز الجنس، يقصد فيها لفظ الصنف الذي جاء في الحديث والذي نحن ذكرناه بلفظ ماذا؟ بلفظ النوع. إذن لا مشاحة في الاصطلاح، لو قرأت كتب العلماء وسمعت بعض الدروس عند العلماء ربما بعضهم يعبر عنه بالنوع بالصنف بالجنس، لا يهمك هذه التعريف والمصطلحات وإن اختلفت، لا بد أن تفهم الفكرة. ما هي الفكرة؟ الفكرة ما كان طعاما فهو جنس واحد، طعام بطعام نأتي إلى هذه، إذا هذا الطعام هذا الطعام كله فيه علة الربا وكله نفس الشيء شعير بشعير، هذا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه التقابض والتماثل. طيب شعير ب ب ب ب كما قلنا بتمر، نقول لابد منه من التقابض ولا يلزم منه التماثل لأن هذا يختلف عن هذا. طيب طعام ربوي الذي هو من الأصناف الأربعة من الحبوب والثمار التي والملح وغيره من أصناف هذه الأربعة، وما في هذه العلة الذي فيه علة ماذا؟ كما قلنا أن يكون طعاما مدخرا مكيلا وموزوزا مع طعام آخر ليس فيه هذه العلة الربوية مثل لحم أو خضروات، هذه لا يشترط فيها لا تماثل ولا تقابض. يعني بمعنى ممكن أعطيك صاع شعير الآن، بكرة تجيب لي كيلوين لحم، أو بكرة تجيب لي مثلا كيلوين تفاح وبرتقال، ما في حرج. لما؟ لأن اللحم والبرتقال والتفاح ليس من أطعمة الربوية، فلا هي مدخرة ولا هي تكالون أو توزن، تباع بالعد. إذن لا 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 ليس في ربا. طيب الآن عندي أوراق نقدية وعندي سيارة أو عندي ملابس أو عندي أثاث، أقول له خلاص أنا أعطيك الآن الأثاث وأعطيك السيارة وبكرة جيب لي فلوس، ما في مانع. لما؟ ما هو ربا، لأن السيارة والأثاث ليست من الأموال الربوية. إذا لكن لا ماذا، أنا عندي دولار، أنا عندي دينار بروح أصرفها دولار، فأجي صاحب الصراف أقول له كم اليوم الدولار، يقول الدينار 3 دولار، أقول له هاك دينار أعطي 3، يقول له الحين ما عندي دولار، أقول له خلاص خلي فلوس عندك خذها بكرة أجي استلمك، ما يجوز. لما؟ لأن الدينار بالدينار مثلا بمثل يدا بيد، لكن الدينار بالدولار ما يشترط فيه التماثل، ممكن دينار واحد مقابل 10 دولار، لكن لا بد من يكون ماذا؟ يدا بيد. دينار بذهب مثل اليوم تسمعون مسألة ماذا؟ الناس تتبايع
بطريقة الأونلاين، محل الذهب يبيع للناس ويشتروا منه ويسلمهم الذهب. لماذا قلنا لا يجوز شراءها إلا بالتقابض؟ لأنك لو اشتريتها ودفعت أونلاين، دخل بحساب البنك والبنك في المحل الذهب، محل الذهب ثاني يوم يجيب لك الذهب، هنا ما حصل فيه تقابض. إذن الأوراق النقدية مقابل الذهب أو الفضة التي تباع اليوم من الحلي لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه التقابض. لا يشترط التماثل، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. معنى التقابض يدا بيد، مجلس العقد واحد. فقال المؤلف هنا إذن وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيفما شاء يدا بيد، ولم يجز النساء فيه. النساء يعني التأخير، أنسئني أي أخرني، وهذا هو ربا النسيئة. إذن الربا هو على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل كما قلنا ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير. إذا كان هذا أكثر من هذا، صاع الشعير هذا أكثر من صاع الشعير هذا، جرام الذهب هنا أكثر من جرام الذهب هنا. إذا كانت من نوع واحد، جنس واحد ونوع واحد، وصار بينهما أحدهما أزيد من الآخر، هنا ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فهي عدم التقابض في العقد، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ربا النسيئة. وأيضا يدخل فيه ربا القرض، ربا النسيئة يدخل فيه ربا القرض، وهو أخرني وزد علي الدين، فكون أطلبك 100 دينار تأتي تسددها، تقول أنا ما عندي 100 دينار، قول خلاص تسدد لي بعد موعدنا السنة الآن، تسدد أنت الحين ما عندك قدرة، قول أخرني، قول أخرك بشرط 100 تصير 110، يأتي موعدها نأخذها 110. هذا يسمى ربا ماذا؟ ربا القرض، وهو من جنس ربا النسيئة، أنسئني وزد، هذا سمي ربا القرض، وهو من جنس هو من أنواع ربا النسيئة. لذلك من قال ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن. إلا الثمن بالمثمن، شنو الثمن بالمثمن؟ الذهب بالشعير والبر. فالذهب والفضة والأوراق النقدية هذه ربا إذا كانت مع بعض من جنس واحد، الذهب مقابل فضة، الذهب مقابل الأوراق النقدية. لكن الذهب أو الأوراق النقدية مقابل طعام، هنا علتهم الربية ليست واحدة، فممكن أعطيك أوراق نقدية الآن 100 دينار على أنك تأتيني غدا بصاع من الشعير وصاع من تمر، ما في مانع. لما؟ لأن العلة الربوية تختلف، فعلة الطعام طعام، وعلة الأوراق النقدية الثمن. لما اختلفت هنا الأصناف والأنواع جاز فيها عدم التقابض وعدم التماثل. لما؟ لأن الذهب والفضة وما يلحق به ويقاس به الأوراق النقدية ليس من جنس الأطعمة. إذن الذهب والفضة والأوراق النقدية يعتبر جنس واحد أنواع مختلفة، والأطعمة تعتبر جنس واحد وأنواع مختلفة. إذن يجوز أن يكون هناك تفاضل وعدم تقابض بين الثمن وبين المثمن، بين ما كان علته الثمنية وما كان علته أطعام المكيل والمدخر. إلا الثمن بالمثمن، بعد النسخ إلا الثمن بالثمن، الصحيح عدلوا نسخكم إلا الثمن بالمثمن. ثم قال المصنف وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماءها كالأدقة والأدهار. اسمعوا الشرح هذه العبارة وانتبهوا معي. يقول وكل شيئين جمعهم اسم خاص فهما جنس واحد، مثل ماذا؟ الآن التمر مثل ما قلنا فيه سكري، فيه إخلاص، فيه برحي، فيه نبوت سيف، فيه وانت ماشي أنواع. قال وكل شيء جمعهم اسم خاص فهما جنس واحد. الآن كلها ماذا نسميها نحن؟ سميها تمر، تمر برحي، تمر إخلاص، تمر سكري، عجوة، روثانة، إلى كلها تعتبر ماذا؟ جنس واحد. وإن اختلفت ماذا؟ اختلفت أصناف أنواعها. فإذا قول المصنف كل شيء جمعهم اسم خاص فهما جنس واحد يقصد ماذا؟ يقصد كما قلنا لكم مثل التمر، التمر فيه أصناف كثيرة، مثل العيش الآن أرز، الأرز فيه بسمة صح؟ بشاور، فيه بزة، في عيش مصري تختلف في حبتها صغيرة في حبتها كبيرة، في المزة، في بسمتي، بشاوري، في إلى آخر، في مصري يختلف.
هذه كلها تعتبر ماذا؟ كلها أرز. إذن التمر إخلاص الذرحي لا بد أن تشترط فيه التقابض والتماثل. لما؟ لأن كلها اعتبرناها ماذا؟ نوع واحد وجنس واحد، كلها طعام أوان وكلها من جنس واحد تمر. إذن لا يأتي إنسان يقول أنا بشتري برحي مقابل سكري مقابل إخلاص بصاع بصاعين، يقول لا يجوز. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بلال، أن بلال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جديد، فقال ما شاء الله يا بلال من أين لك هذا التمر الجديد؟ قال بلال يا رسول الله عندي تمر قديم صاعين أو صاعان، واشتريت بهما تمر جديد صاعا من تمر جديد. الآن القديم ماذا؟ كم وزنه أو كم كيله؟ كيله صاع، والجديد صاع. فيه تفاضل ولا ما فيه تفاضل؟ فيه تفاضل طبعا، فيه تقابض بس التفاضل موجود. لماذا تفعل هذا يا بلال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما يا بلال؟ أوه يا بلال إنه عين الربا، هذا ربا يا بلال. قال يا رسول الله ما أدري، الناس ما تبيع لك الجديد بالقديم، يعني لو بقول أخذ صاع قديم أعطي صاع جديد ما رح يرضى، ما الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال القديم عندك، بيع القديم هذا بالدراهم، بيع صاعين هذا قديم حق واحد يبي تمر قديم، تبي تمر قديم نعم، خذ هذا بخمسة دراهم، خذ الدراهم خمسة واشتري بالدراهم الخمسة صاع ماذا؟ طعام جديد، تمر جديد. بعض الناس يقول في النهاية نفس الشيء، يقول لا في النهاية مو نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم سد باب الربا حتى لا يبدأ الناس تتساهل وتأكل بعضها بعضا، فهذه أصبحت فيها تجارة فيها طرف ثالث. لكن صاعين جديد صاعين قديم بصاع جديد طرف طرف أول طرف ثاني، هني تصير الربا، تكثر أموال الربوي تقل أموال الآخرين ويفتقرون. لكن لما نجد طرف ثالث اللي باع له بلال بالقديم وخذ منه الدراهم واشترى بالدراهم تمر جديد، صار في طرف ثالث، هذا انتفع، بلال انتفع والجديد انتفع، فالأموال أصبحت تتحرك والتجارة أصبحت تتحرك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا معنى قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكن لو كان فقط طرفين أصبح ماذا؟ لذلك بعض الناس يقول يا أخي البنوك الإسلامية فائدة والبنوك الربوية فائدة نفس الشيء، نقول لا، البنوك الربوية قرض تعطيك 1000 تأخذ منك 1500 1200، البنوك الإسلامية بيع مرابحة، تشتري من التاجر سيارات أثاث وتبيع عليك، فأموال متحركة بينك وبينه، وأيضا ما تعطيك قرض وخلاص واخذه فسفسه، لا، تبيع لك سيارة إذا في فائدة، أنت اشتريت شيء تستفيد منه يبقى معك تبيعها في أي وقت، إذا هذا لا يسمى فائدة، هذا يسمى ربح. لذلك يسمى في عند الفقهاء بيع المرابحة جائز بالإجماع، لكن الربا محرم بالإجماع. رأيتم فارق بين بيع المرابحة تشتري سيارة من الوكالة وتبيع على الناس بالأجل، هذا بيع مرابحة، أنا شريتها ب5000 وبعتها عليك الله ليهينك ب6200 على 5 سنوات، طيب أبيها بسنة، أبيها بسنة ب5200، إذن أنا أخذت فائدة معقولة، ما في معقولة. هذه تسمى ربح، الفائدة التي يسمونها الناس فائدة تسمى ربح، إذا سمي بيع مرابحة اسمه الحقيقي بيع مرابحة، ما في شيء اسمه فائدة تسمى ربح. أما في الربا فهو قرض جر نفع، ما يسمى فائدة، هم يسمونها فوائد البنكية، هي قرض جر نفع فهي ربا، هذا فرق عن هذا. إذن البيوع ثلاثة أطراف، أو قد يكون طرف واحد، مثلا أنا صاحب بضاعة عندي موجودة ببيعها على الناس بالأجل، ما في مانع، بعتها بالأجل 5200 وبعتها بالنقدي 4700، طبعا أكيد لما تم تأخذ فلوس نقدي مو مثل لما تقبضها بعد سنة، فأقول لك يا أخي تبيها نقدي خذها 4700، تبيها بالأجل خذها 5200، ما في حرج، هذا يسمى ربح، هذا يسمى ربح، ليس لا يسمى ماذا؟ ليس يسمى ربا. أما الربا فهو القرض الذي جر نفع الذي حرمه الشارع، والذي يؤدي إلى احتكار الأموال في أشخاص محددين ويؤدي إلى ربا. لذا التورق الذي يقع بين الناس اليوم هذا في الأصل مثل ماذا؟ مخرج شرعي، تحتاج إلى أحد يقرض قرض حسن، ما وجدت، ذهبت إلى فلان وفلان ما حد أعطاك قرض حسن، ماذا تفعل؟ تضطر أنك تبحث عن نقد، محتاج إلى علاج، محتاج إلى زواج، محتاج إلى بيت، ما أنت محتاج إلى والله سيارة أو
أو سفرة أو وناسة أو توسع أو جنطة أو ساعة، لا لا، هذه ما يجوز تأخذ عليها تورق، أو تجارة، ما يجوز تأخذ تورق من أجل التجارة ومن أجل التوسع، لا، التورق للضرورة مضطر فقط، علاج، زواج، بيت يسكنه، فهذا يأخذ تورق. كيف التورق؟ بيع مرابحة، أشتري من البنك بضاعة بالأقساط مدة 5 سنوات ب20,000 وبيعها بالسوق ب17,000، هذا يسمى تورق. لماذا سمي تورق؟ أخذ من الورق، الورق الفضة والورق الذي هي الدراهم، سميت عند الفقهاء مسألة التورق لأن تبحث، هذا مخرج شرعي. مثل ماذا؟ مثل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، قال بيع القديم بالفلوس واشتري الجديد. إذا المخارج الشرعية الجائزة مشروعة وثابتة، أما المخارج الأخرى التي غير شرعية لا تجوز، وهي التي يسمى عند الفقهاء الحيل. إذا الحيل عند الفقهاء حيل شرعية وحيل محرمة. الحيل المحرمة التحايل على الحرام، ما يجوز. فلذلك بيع العينة محرم. لما؟ لأن بيع العينة من شخصين بس، نفس صورة التورق لكن من شخصين. أعطيك السيارة هذه بالأجل 7,000 ورد أشتريها منك أنا بالنقد 5,000، فأعطيك 5,000 وأخذ منك 7,000، هل كنت أنت تريد السيارة تستفيد منها؟ لا. والتاجر رجعت له سيارته، فهذه السيارة التي باعها الأول على الثاني وردت الأول اشتراها من الثاني ربا، لأن تحايل على الربا، فهو أعطاه قرض وأخذ منه. لكن لما يكون عن طرف ثالث والأول يبيعها على الثاني والثاني يبيعها على الثالث، انتفت هذه الصورة. فإذا بيع العينة تختص إذا كان طرف أول ثاني فقط، أما إذا وجد طرف ثالث فهو الذي يسمى التورق. إذا التورق يختلف عن العينة بما ذكرنا، فلذلك حرمت العينة وأجاز العلماء التورق بالشروط التي ذكرناها، وأن يكون عند الضرورة، وأن يكون بيع حقيقي وليس صوري، مو مجرد سيارة جت سيارة، لا، بيع حقيقي. هنا يقول المؤلف: كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، مثل كما قلنا تمر بأنواعه والأرز بأنواعه، إلا أن يكون من أصلين مختلفين. مثل ماذا؟ الآن عندنا الدقيق، يعني الدقيق تعرفون المطحون، الشعير عندنا شعير مطحون، والبر عندنا بر مطحون. طبعا الشعير يختلف عن البر، فإذا كانت هذه الأشياء متفقة في أصلها، كيف متفقة في أصلها؟ يعني هذا دقيق شعير وهذا دقيق شعير، لكن هذا شعير شامي هذا شعير مصري، هذا اشترط فيه التماثل والتقابل. لما؟ لأن هذا شعير وهذا شعير فهما جنس واحد ونوع واحد، لكن هذا دقيق الشعير وهذا دقيق البر، فنقول يشترط فيها التقابل لكن لا يشترط فيها التماثل، لأن هذا أصله يختلف عن هذا أصله، فهذا أصله شعير وهذا أصله ماذا؟ بر. لذلك قال المصنف: إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماء كالأدقة. فهذا دقيق وهذا دقيق اسمهم واحد، متفقت الأسماء، الدقيق اسم وهذا اسم واحد لهذا وهذا، لكن هذا دقيق البر وهذا دقيق الشعير وهذا دقيق الذرة وهذا دقيق الأرز. إذن هذه كلها أدقة، نعم، لكنها من أجناس مختلفة، ففروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها. وهكذا كما قلنا في الأشياء التي كالأدهان أيضا، إذا كان زيت مثلا نخيل يختلف عن زيت ماذا؟ زيت التمر أو دبس التمر يختلف عن دبس ماذا؟ دبس التين أو دبس العنب إلى آخره. ثم قال المصنف: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيه بمطبوخه. هذه المسألة وهي بيع الرطب بالتمر. الآن الرطب يا أخوان، موسم الرطب هذه الأيام، تعرفون الرطب لما يأتي الناس تحب تأكل الرطب، لما؟ طري. لماذا طري؟ لأن فيه ماء، أليس كذلك؟ نعم، أنا أحب أكل الرطب لأنه طري فيه ماء. عندك تمر، تمر إيش؟ تمر جاف، تمر مضغوط مكبوس، فأخرجوا منه الماء، أخرج منه الماء. طيب لماذا الناس تصنع التمر؟ يعني هو رطب، التمر أصله رطب، لماذا يجففونه؟ حتى لا يبقى في ماء، إذا بقى الماء بيحمض يخرب. طيب لماذا يشتعلون التمر؟ حتى يجف
يصبح باقي. الزبيب أصله عنب، لو تركناه فيه عنب فيه ماء ما جففناه يحمض ويخرب. إذن عملية التجفيف هذا لبقائه صالحا مدة طويلة. الآن التمر المكبوس هذا وجبنا الرطب، لو وزننا تمر رطب هذا كيلو هذا كيلو، برأيك أنت هل هما وزنهم واحد؟ هل بينهم تماثل؟ لا. ليش؟ أنا أقول لك، خذ لك كيلو تمر بالمحل وخذ لك كيلو رطب، شوف حط هذا بيد وهذا بيد، راح تجد أن التمر أثقل لأن مكبوس فهو أكثر من هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن بيع التمر بالتمر، لأنه بيع التمر بالثمر، بالثمر ما المقصود بالثمر بالرطب؟ لما؟ لأنه قال لهم مسلم أينقص إذا جف؟ يعني هذا الرطب لو يجف ينقص وزنه؟ يقول نعم، لو كبسناه الرطب هذا يطلع تقريبا من مقابل التمر نصف كيلو. ها إذن يجف، ها إذن هنا فقدنا ماذا؟ شرط التماثل. إذن لا يجوز أن نبيع الرطب بالتمر، الثمر الرطب الذي هو الثمر إذا نسمى ثمر بالتمر، لأنه لا يوجد بينهما تماثل. فلذلك ينهى عن بيعه يابسه في رطريه، فلذلك قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس، يابس يعني التمر المجفف من جنسه، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ كذلك العنب بالزبيب، والتين الطري بالتين المجفف. ولا خالصه بمشوبه، الخالص والمشوب شيء مختلط مع شيء، يعني شعير وخلط معاه بر، شعير خالص ما يجوز، لأن هذا شعير خالص هذا شعير حاطين معاه بر شوي زايدين ما يجوز. إذن لأن هنا ربا، لما ربا؟ لأن هذا الشعير صاع كامل صافي، هذا شعير مو صافي معاه بر معاه شيء ثاني، نطلع النظفة النظفة فيطلع يمكن نص صاع شعير وهذا صاع كامل، فنفتقد ماذا؟ التماثل. إذن هذه الصور الثلاث وهي بيع الرطب باليابس والخالص بالمشوب أي المخلوط والني بالمطبوخ يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفوارق. ماذا الفوارق؟ في الأوزان والمكاييل، يؤدي إلى عدم التماثل، نقع في الربا إذا كانت من جنس واحد. أما إذا كانت من أجناس مختلفة فلا حرج، لأنها كلها يجوز فيها التفاضل، لكنه يشترط فيها التقابض إذا كانت من جنس واحد وتختلفت أصنافها فجاز فيها التفاضل، ولكن لا يجوز فيها جاز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها التأخير، بل يجب فيها التقابض. ثم قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها بأكلها يأكلها أهلها رطبا. هذه المسألة بيع المزابنة هي المسألة التي قبل قليل ذكرها المؤلف، ولا يجوز بيع رطبه بيابسه. فالمزابنة ما هي؟ المزابنة وهي بيع التمر، قال وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. كيف؟ لماذا سميت المزابنة مزابنة؟ لأنه يأتي إنسان عنده تمر مال العام، وكان عنده في البيت تمر واحد وزاد عنده، وجاء الآن الصيف موسم الرطب، فيأتي إلى صاحب المزرعة يقول يا ولد أنا بشتري منك هالعذق الرطب هذا مشتهيه، أنا باكله رطب، مليت أنا صار لي سنة الشتاء كله وأنا والصيف من الصيف اللي فات والشتاء وأنا آكل من التمر، أباكل رطب جديد. يقول أبشر أنا أبيع لك، خلاص جيب التمر وخذ التمر هذا، معروف جايب لي تمر 20 كيلو، جايب لي نص طن، جايب لي طن، ومقابل هذا الثمر، الثمر الآن اللي فوق النخل هل نستطيع أن نعرف كم كيله وزنه؟ ما نستطيع، اللي في الأرض وزنه عرفنا، فهذا الذي فوق مجهول الوزن، والذي في الأرض معلوم الوزن. صحيح هذا تمر وهذا تمر رطب، لكن لأننا نجهل الوزن بينهما فسنقع ماذا؟ في الربا، وهو كما قلنا الذي هذه الأنواع التي اشترط فيها التماثل، سنفتقد إلى تحقيق هذا الشرط شرط التماثل لعدم معرفة ميزان ما يكون على رؤوس النخل. فلذلك
لا بد أن نقطعها من النخل ونزنها، وإذا عرفنا وزنها بالضبط نبيعها مقابل هذا، فنحتاج إلى ننزلها ونوزنها. إذن لا يجوز. طيب ما الحل؟ الحل تأخذ الله لا يهينك التمر تبيع بالسوق مثل ما فعل بلال لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن بلال، باع بالسوق، بيع بالسوق التمر القديم وخذ واشتر تمر، اشتر رطب جديد، لكن لا تبيع التمر بالرطب، لأن هذا يسمى المزابنة. المزابنة هو بيع التمر بالثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل، لأنه يفتقد تحقيق شرط التماثل الذي هو من شروط الأموال الربوية والطعام الذي هو التمر من الأموال الربوية والأطعمة التي يجتمع فيها شرط أن مطعومة ومدخرة ومكيلة وموزونة، فلا بد من تحقق شرط التماثل والتقابض. فهنا ربما يتحقق التقابض لكن ما يتحقق التماثل، لكن فيها حال استثنائية. ما هي؟ قال ورخص في بيع العراية فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها كلها أهل ورطبا. النبي صلى الله عليه وسلم أباح صورة واحدة، ما هي؟ يجوز أن تبيع هذا التمر الذي معلوم الوزن بالرطب الذي على رؤوس النخل، بشرط أن يكون في أقل من 5 أوسق. بيع العراية يسمى ماذا؟ بيع العراية. بيع العراية هو حالة استثنائية من بيع المزامنة. لماذا سمي بيع العراية؟ أنا عندي مزرعة نخيل، أعطي الأخ أبو علي، الأخ أبو عبد الرحمن، الأخ أبو تركي إلى آخر، أعطيهم فلان لك خلطين، هذه هدية مني، لا جاء وقت الحصاد تعال أخذ، أنت يا فلان لك خلطين، وهكذا. هذه النخلة لي لكن ثمرها هدية لفلان وهدية لفلان، هذه يسمى العارية. هذه يسمى ماذا؟ العارية. يتعاملون فيها الناس منذ القدم. أنا صاحب العارية، صاحب النخل، أعطيها لأبو حسن أبو علي هذه العارية، أبو علي يقول أنا عندي تمر والبيت محتاجها ببيعها. يجوز أن يبيع صاحب العارية صاحب الثمر، يجوز أن يبيعها. ولما كانت هذه الثمار أصلا قليلة فأجازها الشارع، لأن الفوارق تكون بسيطة، هذه الفوارق البسيطة لحاجة الناس إليها استثناها الشارع بهذه الشروط. أولا أن تكون هذه من العراية وليست مما يباع هكذا تجارة، وأن تكون هذه العراية فيما دون 5 أوسق، والخمسة أوسق هي 900 صاع تقريبا. إذا قلنا أن الصاع، لأن قلنا إذا قلنا أن الوسق الواحد فيه تقريبا 60، إذا قلنا أن 300 صاع، إذا قلنا الوسق الواحد 60 صاع، إذا قلنا الوسق الواحد 60 صاع، فخمسة أوسق ماذا؟ 300 صاع. والصاع الواحد إذا قدرنا عند رأي الجمهور العلماء المعاصرين في الموازين الحديثة أنه 3 كيلو، فالثلاثمية صاع، الصاع الواحد 3 كيلو، 3 × 300 900 كيلو، يعني في حدود 900 كيلو، يعني طن إلا 100 كيلو. فهذه يجوز إذا كانت 5 أوسق فما دون، أي 300 صاع فما أقل، أي 900 كيلو فما أقل. إذن يجوز بيع العراية بشرط أن تكون فيما أقل، فيما أقل من، فيما دون، فيما دون أي فيما أقل أيضا، فيما دون 5 أوسق الذي هو كما قلنا 300 صاع الذي هو يعادل 900 كيلو، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، أي إذا كان أهلها بحاجة إلى أكلها لا لأجل التجارة. إذن أن تكون فيما دون 5 أوسق، أن تكون من العراية، وأن تكون فيما دون 5 أوسق، وأن يخرصها. الخرص ما هو؟ أن يأتي صاحب خبرة ويقول هذا التمر الموجود على الأرض 50 كيلو، والرطب الموجود على النخل هذا 50 كيلو، نعم، لكن هذا 50 وهذا 40 ما يجوز. إذن لا يشترط ماذا؟ أن يأتي صاحب خبرة ويقول هذا التمر يقابل مقابل هذا الثمر، لا هذا 50 هذا 50، 40 ب40. إذن أن تباع العراية فيما دون 5 أوسق بخرصها، مو جزافا، لا خرص. الجزاف ماذا؟ يأتي واحد مو صاحب خبرة يقول يلا هذا الخلب مقابل هذا التمر، لا، لا بد أن يكون. لما الخرص؟ لأن الخرص
أشبه بالدقيق جدا، فهي خبرة عند أصحاب الخبرة يقولك لا بد من التماثل. حتى هذا اشترطنا فيه التماثل، بيع عرايا اشترط فيه التماثل، لكن لأن التماثل لا يمكن أن يتحقق 100% والثمر وهو على رأس النخل. لماذا رأس النخل؟ لماذا لا يجوز زين؟ لا، ليش؟ لأن لو جزيناه بخرب، تعرفون أنتم التمرة قصيناها خلاص رطب خرب، إما التمرة تكبس نفس التمر ولا يتلف. طيب حتى يبقى طري شلون؟ خليه على رأس النخل كل يوم، تعال قص لك ماذا؟ عذق شوية من العذق، قص لك ربع كيلو ونص كيلو وكل. فالناس تأكل ماذا؟ شوي شوي. كل يوم جاي حق صاحب مزرعة يا فلان أبي ابن خيلات، يقول تفضل، يروح يقص يقص، ما في معنى. لكن بشرط ماذا؟ أن يخرصها. لكن لو أنه بيبيعها مرة واحدة خلاص قصها يوزن وانتهى الموضوع. لكن لأنها تبقى على رؤوس النخل ولا يأكلها بيوم واحد ولا يقطعها بيوم واحد، يخليها على رؤوس النخل مدة ماذا؟ موسم الجذاب، أسبوعين، ثلاثة، عشر، 20 يوم، شهر، خلونا. فلذلك التمر إذا صار طيب الحين موسم تمر، الحين موسم رطب، يخلونها شهر عادي، كل يوم يقصون شوي، فيأتي كل يوم يأكل منها شيئا شيئا قليلا. فلذلك يبقيها على رأس النخل ولا يقصها. فلذلك نضطر حتى نعرف التماثل فيها إلى طريقة ماذا؟ الخرص، وهو أن يكون ذو خبرة ويعرف التماثل القريب جدا في الوزن. ففيما دون 5 أوسق هي تباع العرايا بخرصها، يأكلها أهلها رطبا عند الحاجة، جاز استثناء هذه الصورة من المزابنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب أصول الأصول والثمار نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم.